السلام عليكم، معكم أيوب سيدني، حاصل على ميدالية فضية في الألعاب الأولمبية. ديجا بطل بارولمبي، بطل العالم جوج مرات. هاد العام كنت وعدتكم باش نجيب ميدالية ذهبية، ما كتبش، كانوا عندي ظروف صعبة. الصراحة المنافسة ما كانتش سهل، كانت صعيبة بزاف، و الحمد لله حاولنا نتفادوا أي حاجة. الحمد لله على كل حال. استقبال أول حاجة، بعدا جيت لقيت واحد، جيت واحد الفرحه اللي كبيره بزاف ديال صاحب نجاه نصر الله، اللي كان صيفط لي برقيه تهنئه، كان هدي لي هاد الميداليه هذه. الرياضي الاول، الله يطول في عمره، الله يخليه صحيحته، شكرا ليه بزاف، رجع لي الفرحه في قلبي ديال الميداليه الذهبيه اللي ما جبتش، الحمد لله. شكرا ديال الميداليه للشعب المغربي كامل، والديا، الناس القراب ليا، وشكرا لهم بزاف على الاستقبال. صراحه كاين غير شي دي فوا شي حوايج صغار اللي في الحكام، بحال مسافه 100 متر اللي كانوا ديسكاليفيوني اللي فيها سير بلاس، ما عطونيش حتى اندر واحد، ولكن الحمد لله في اخر. شكرا. شكرا لكم بزاف. معكم عز الدين نويري، بطل في دفع الجله. انا اليوم الحمد لله فرحان بزاف، واللي مفرحني اكثر هو الرساله الملكيه لصاحب الجلاله. هذه الرساله اللي كتكون واحد الدافع لينا، اللي كتساوي اكثر من ميداليه صراحه. وانا بالنسبه لي هذه الرساله الرابعه ليا على التوالي، واحد الانجاز اللي ماشي سهل، يعني اربعه الميداليات في الالعاب البارا اولمبيه واربعه تهنئات ملكيه، وهذا الشيء غير ما كيزيدش يشجعنا ان شاء الله باش نفرحوا هاد البلاد وهاد الناس، باش ان شاء الله نزينوا سماء دبي بالاعلام الوطنيه، سماء نيويورك اللي غتستقبل الالعاب الاولمبيه 2028 في العالم المغربي على جلا. وشكرا لجميع المغاربه، وشكرا للاعلام. السر في التفوق كاين شي وصفه ديال التحضيرات؟ اكيد السر في جميع السر لجميع الرياضيين هو التدريب صباحا مساء، يعني ماشي شي حاجه كتجي سهله، وكتحرم راسك من بزاف ديال الحوايج في الاكل في الوقت ديالك باش تحصل على هذه النتيجه، ماشي سهل. ولكن الحمد لله حكين الناس اللي واقفين معنا وكيعاونونا، وكنتمناو يكونوا لو طاحت الظروف احسن غيكونوا نتائج احسن ان شاء الله. زكيد بدا اويم بي وبدا عامي كن صاحب زايا يا تقيت تنيا ديالو تكن سكلو تكن ديالو دي ميدايا الحمد لله تكن عندنا تكن عندنا عيد دي ميدايات شهاده ذهبيه للاستاذ في ديال الاستاذ نحاسيات تكن كنا وعدوا صعب معي بأننا الأولم بزي زي ميقر ما نزبط تكثر الأكثر عدد دي ميدايا كنسكو صعب ما يبقى ما على دعوته واهتمام ديهم كنسكو إعلامين معيبة أي مواقبة ألعب بايض أفضل كنسكو جميع الناس كيعاونونا بالدين وهو معنوي الحمد لله على كل اللي خلاتنا نحسو بواحد القيمه كبيره وتحفزنا للاستحقاقات القادمه باش نقدموا افضل مستوى. وكنبغي نشكر الوالدين ديالي على الدعم ديالهم، والجامعه الملكيه للاشخاص في وضعيه اعاقه، وزارة الشباب والرياضة. كان الحمد لله هذا الفوز ما جاش عن حظ، جا عند عمل شاق لمدة سنوات، والحمد لله جاء حصدنا 15 ميدالية بوفد اللي صغير بزاف. وكنبغيو نشكروا مجددا، انا تخصص ديالي 400 متر و 100 متر هو التاي 47. والحمد لله كان الخير الحمد لله، وجينا الحمد لله جينا بالميداليات ديالنا، وجينا كاملين فرحانين. والحمد لله كنتمنوا ان شاء الله في المستقبل والاستحقاقات القادمه نفضلوا نقدموا افضل مستوى ممكن. وكنشكروا المغاربه حتى هما على لي ميساج ديالهم وعلى التحفيز ديالهم، والحمد لله هذا الشيء حفزنا بزاف. وكان شي ضروري، حتى واحد ما كيلقاها سهله، خصك تخرج من عين ليبرا الا بغيتي تولي بطل، خصوصا في المره الاولى. في المره الاولى كتكون تتكون شكوك كبيره في راسك، وتتكون صعوبات كبيره، خصوصا حيت
كتبدا خصك تفرض براسك، خصك تفرض راسك على الصعيد الوطني، بعدا عاد باش تولي عاد باش تدوز على الصعيد العالمي اللي كتلقى واحد النيفو طالع بزاف. الحمد لله انا كنت خدام على راسي في الخفاء وكنحاول نطلع من النيفو ديالي على 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 اقصى اقصى ممكن باش نجيب الذهب، وكنت كنعمل في الخفاء باش على على هذا الفوز. ما جاش عن حد، جا عند عمل شاق 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 جدا وتضحيات كبيره، وكنمنعوا نفسنا من شحال من حاجه باش نتوجوا بهذا الذهب، وتدارب شاقه والصلاه والكمال على الله. تبارك الله عليك.